أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي في فيديوهات جنبية الوزير المرفوض، وحنرى في هذا الفيديو تفريع جنبية البين المضاد. فجنبية الوزير المرفوض يعتمد على أن الأبيض يضحي ببيضك في البداية على أساس أن يقبله الأسود، وبذلك يتخلى عن الوسط، ولكن الأسود يكون أكثر مكرًا، وبدلا من أن يأخذ البيضك يضحي من جانبه ببيضك آخر، وبذلك يشتعل التوتر في الوسط. وهذا التفريع من المهم جدا أن تدرسه فلعلك تلاقيه في مبارياتك. والدور اللي حنراه بطله بطل العالم الثاني الألماني إيمانويل لاسكر، وهو أطول من احتفظ بلقب بطولة العالم لمدة 27 سنة، ولكن له قول صادم. ففي الصورة ينظر لاسكر بعينين حزينتين لموت الشطرنج ويقول: ساعة موت الشطرنج اقتربت، لأن الكتب والدراسة العميقة ستنهي قريبا جميع الأدوار بالتعادل. بالطبع هذه نظرة متشائمة ولكنها غير صحيحة، لأن انقضى عليها حوالي قرن وربع وما زال الشطرنج متوهجا، بل يزداد تألقا يوما بعد يوم. والآن هيا نرى هذا الدور القصير من بطل العالم لاسكر، الذي انتزع اللقب من بطل العالم الأول ويليام شتاينيتز صاحب نظرية استراتيجية الشطرنج، واستمر يحافظ عليه ويدافع عنه أمام العديد من المتحدين حتى جاءت سنة 1921 ولاقى الكوب الكبير جوزيه راؤول كابابلانكا الذي انتزع منه اللقب في هزيمة مدوية، حيث أن لاسكر لم يستطيع أن يفوز طوال اللقاء حتى بدور واحد. والآن هيا نرى الدور الذي يلعب فيه لاسكر بالأسود أمام لاعب مجهول في هامبورغ 1904، وأرجو أن تلاحظوا أن الأبيض لم يقم سوى بهفوة واحدة بسيطة، ولكن لاسكر بلعب متقن وذهن متوقد استطاع أن يفوز عليه في 14 نقلة فقط. الأبيض بدأ بجي 4، ودي من النقلات الشهيرة في الافتتاحيات وبتسمى افتتاحيات بدأ الوزير، وأشهر رد للأسود هو النقلة D5، وهنا الأبيض عنده أكتر من رد لكن أشهرهم النقلة C4. وبندخل فيما يسمى جنبية الوزير. الأبيض بيعرض بيضة، والأسود لو أخده بيسمى جنبية الوزير المقبول، وإذا رفضه بأي طريقة من الطرق مثلا لعب E6 أو النايت F6 بيسمى جنبية الوزير المرفوض، لكن لاسكر الاسود اختار رد اخر شرس ولعب E5. وهنا الاسود ايضا بيعرض بيضة، وده احد تفريعات جنبية الوزير المرفوض،
وبيسمى جنبيت البين المضاد. والابيض كمل دي اي 5 والاسكر رد دي 4 وبيقيد حركة الحصان وبيمنعه من الوصول للمربع المفضل سي 3 وايضا بيهدد ببيشوب بي 4 تشيك. ولذلك الابيض رد اي 3 وبيمنع الفيل من الذهاب للمربع بي 4، لكن هذه النقلة بتضعف ايضا جناح الوزير. على اي حال الاسكر كمل نايت اف 6 طالب يسترجع البيدق ويضع الحصان في موقع جيد، والابيض حمل بيدق لبيشوب اف 4 والاسكر كمل بنايت اي 7 طالب نايت جي 6 وبيطلب الفيل وفي نفس الوقت بيكثف الضغط على بيدق الاي 5 وبيفوز بيه، ولكن الابيض مازال متشبث بالبيدق ولعب بيشوب جي 3 والاسكر كمل نايت اف 5 وهنا الابيض لعب نقلة اخرى متهورة كوين دي 3 طالب الحصان. ورغم ان هذه النقلة نقلة شرسة الا ان لها عيب خطير وهو اضعاف الصف الاخير للابيض، لان الاسكر استغل هذا الضعف فورا بكوين جي 5 طالب اقتحام معسكر الابيض بكوين سي 1 تشيك. ودلوقتي بنشوف ان النقلتين اي 3 اضعفت المربعات البيضاء في جناح الوزير، وده بالاشتراك مع النقلة كوين دي 3 اللي اضعفت ايضا الصف الاول للابيض، ولذلك الابيض مضطر لكي يغلق الوتر ان يلعب اف 4 طالب الوزير، لكن في نفس الوقت بيفتح وتر بيؤدي الى الملك والابيض اصبح معسكره مليء بالثقوب، ولذلك سينهار موقف الابيض بعد بضعة نقلات. هيظهر لنا فيها الاسكر موهبته ومقدرته الفائقة على وضع القطع في افضل الاماكن لكي تنتج اقوى التهديدات، ولكن حاليا الوزير مطلوب وتراجع للمربع اتش 6 نايت اتش 3 ومن هنا الاسكر بدأ الالعاب النارية وكمل نايت اي 3 بيهدد بالنقلة القوية بيشوب سي 5 طالب الوزير وفي نفس الوقت بيدعم الحصان في وصوله للمربع سي 2 بشوكة للملك والرخ والاسود بيفوز. والابيض دافع بالنقلة نايت اف 2 على اساس ان يوصل بالحصان للمربع اي 4، لكن هذه النقلة خطأ فادح والاسكر استثمرها جيدا ببيشوب اف 5 طالب الوزير ومن وراء المربع سي 2 والابيض دافع بنايت اي 4 وبكده اصبح الحصان مربوط على الوزير. وهنا جاءت نقلة الدور الرهيبة، يا ترى ايه هي؟ الاسكر كمل بالتضحية التكتيكية التي انهت كل امال الابيض بيشوب بي 4 تشيك. الفيل امن في هذا المربع رغم ان الابيض يستطيع اخذه بالبيدق، الا ان هذه النقلة خطأ فادح والاسود هيكمل نايت تيكس بي 4 طالب الوزير وبعد كوين دي 2 طالب الحصان. الاسود بيلعب ببساطة بيشوب تيكس اي 4 وبكده الاسود بيسترد القطعة وبيهدد بالنقلة نايت سي 2 تشيك بشوكة للملك والرخ والاسود بيفوز، بينما اذا الوزير اخذ الحصان هيكون الصيد اكثر قيمة بعد نايت سي 2 تشيك بشوكة ثلاثية للملك والرخ وكذلك الوزير، والاسود هيفوز. ولذلك الابيض لا يستطيع الاقتراب من الفيل ودافع بالنقلة نايت دي 2. ودلوقتي وبعد 12 نقلة فقط الفيلين الاسود بيربطوا الحصانين على الوزير والملك، بينما الاسود له حصان قوي جدا بيحتل مربع هام للغاية داخل معسكر الابيض، وكذلك الحصان مدعم بالبيدق، وبذلك الاسكر مسيطر تماما على الرقعة ولا يتبقى غير ترجمة هذه السيطرة الى فوز. ولم يتأخر الاسكر كثيرا ولعب بيشوب دي 2 تشيك كينج دي 2، وهنا الاسكر زود الام الابيض بكوين جي 6 والوزير والفيل بيكثفوا الضغط على الحصان ولا يوجد اي امل للابيض لحمايته، ولذلك كمل كوين بي 3. وهنا الاسكر بدأ يخطف اول الثمار ببيشوب تيكس اي 4 والاسود متفوق بقطعة، لكن هذه ليست نهاية القصة لان بعد بيشوب اف 2 الاسود لعب ببساطة نايت اي 5 طالب الوزير، وهنا الابيض سلم لانه لا توجد اي جدوى من المقاومة،
ولابد للأبيض أن يفقد مادة أخرى، لأن حتى لو لعب كوين بي 5 تشيك، الأسود هيلعب النقلة الدفاعية الهجومية بيشوب سي 6 طالب الوزير، وفي نفس الوقت بيهدد بكوين سي 2 تشيك والمات في الطريق. وحتى إذا الوزير أخذ الحصان، الأسكر هيكتفي فقط بالنقلة نايت تيك سي 4 تشيك بشوكة ملكية، وحيفوز بالوزير وحيفوز بالدور. ولذلك في الموقف ده الأبيض سلم، وشفنا كيف الأسكر فاز بهذا الدور بنقلات كلها بسيطة وسهلة ولكنها ذات تأثير عميق، وفاز على الأبيض في خلال فقط 14 نقلة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.